صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هناك من الوعاظ من يأتي بالقصص بقصد وعظ الناس، وقد يكون وعظهم خال من النصوص، ويحتجون بأنه اهتدى كثير من الناس عند سماعهم هذه المواعظ الخالية من النصوص، فما توجيهكم لذلك؟ القصص الخيالي والكذب لا يجوز في الخطب ولا في المواعظ، إنما هذا يستعمله الأدباء، يستعمله الأدباء في فن الأدب لأجل أن يتعلموا على القصص الأدبي. وأما في الوعظ والتنكير فلا تكون القصص إلا صحيحة، لا يؤتى إلا بقصص صحيحة ثابتة فيها فوائد للناس. نعم.